تمكن قسم أمراض القلب بمجمع السلمانية الطبي من تقليص مواعيد الانتظار بعيادة القلب لتشخيص الإيكو حتى وصلت إلى درجة الصفر، بعد أن كانت المواعيد تعطى على فترات متباعدة، وذلك من خلال توفير مجموعة جديدة من أجهزة فحص القلب، بالإضافة إلى وضع خطة عمل جديدة وتوظيف مجموعة من الأطباء المتخصصين للعمل على تلك الأجهزة. خطة عمل متكاملة وضعها فريق عمل مؤهل يسعى إلى الارتقاء بخدمات مجمع السلمانية الطبي في مختلف الأقسام، حيث تمكن أعضاء الفريق من الانتهاء من قائمة المواعيد في عيادة أمراض القلب، حتى أصبحت الفحوصات والأشعة تجرى في الوقت ذاته. قمنا بإعادة هيكلة القسم وسوينا خطة يعني كبيرة، هدفها شيئين، هو تقليل المواعيد وتقليل أيضا مواعيد الأشعة للقلب. سو احنا الخطة اللي سويناها حاليا أن قلصنا عدد أو قلصنا مدة المواعيد إلى مدة جدا بسيطة، لا أقل من شهر، حتى يمكن 15 يوم فقط. أما بالنسبة للإيكو فمدة الانتظار صارت صفر تقريبا. الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى لتلبية احتياجات المرضى من تشخيص وعلاج يأتي من خلال توفير طاقم مؤهل ومتكامل، بالإضافة إلى استحداث المزيد من الأجهزة المتطورة. الأطباء دول حصلوا على شهادات تؤهلهم لأنهم يكونوا خبراء في مجالات التخصص بتاعتهم. استفدنا من المجموعة دي اللي الدولة بعتتهم للتدريب لمدة 3 سنين، وبناء عليه أقمنا تغيير شامل في نظم المتابعة في تصوير القلب، مع وجود كمان ورود أجهزة حديثة جدا، ده ساعد في إتمام المهام على أفضل شكل وبمستوى يتقارب إذا ما كانش يتماثل مع مستوى الخدمات الموجودة في الدول الأوروبية وفي أمريكا. تقليص المواعيد وتقديم الخدمات بشكل أسرع كان له صدى إيجابيا لدى المرضى. تمت إجراءات الفحوصات وكانت بشكل سريع، حتى أنا كنت متفاجئة، توقعت أنه يكون في يعني موعد شوي أطول، بس الحمد لله تفاجأت أن الأمور مشت بكل سلاسة. ولوني من قسم الجهد إلى قسم التلفزيون حق التصوير، والمفروض اليوم أنا ما أجي، بيعطوني موعد ثاني حق التلفزيون، وقالوا لي لا، في نفس العقب ما تخلص لأن في سرعة الإنجاز. من دشتي على الدكتورة طبعا إلى الفحوصات اللي أجريتها، تخطيط القلب، تلفزيون حق القلب، كله في يوم في نفس الوقت. العملية التطويرية التي أدت إلى التحكم وتقليص المواعيد كانت محصلتها النهائية الانتهاء من قوائم الانتظار في عيادة أمراض القلب. خطط استراتيجية متميزة وضعها القائمون على عيادة أمراض القلب، استطاعوا من خلالها الانتهاء من قوائم الانتظار في وقت قياسي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.